صباح الخير، اهلا بكل مشاهدينا. يوم جديد بيبدا مع حضراتكم ومصر جميله. النهارده 10 اكتوبر 2016، يا رب يوم مليان بالخير والحب والتفاؤل والامل على كل المشاهدين. صباح الخير. صباح الخير يا هند. النهارده معانا موضوعات متنوعه، بس طبعا لازم في خبر اللي هو خاص بالسيسي والرئيس فتحي السيسي زي ما بتوصل الخرطوم حاليا لحضور حفل ختام الحوار الوطني السوداني وتوقيع الاتفاق ما بين القوى السياسية في السودان، خريطة طريق جديدة للسودان، ونتمنى أنها طبعا تعيد السلام إلى السودان بعيد عن الحرب الداخلية أو المشاكل الداخلية ما بين القوى المسلحة في السودان. ان شاء الله باذن الله. طبعا جدير بالذكر انه امبارح مصر كلها كانت بتحتفل بمرور 150 سنه على الحياه البرلمانيه في مصر، ويعني فعليا اول شكل للبرلمان او مجلس النواب كان 1866 وقت الخديوي اسماعيل، وابتدى يعني شكل البرلمان بشكله الحديث. طبعا قبل كده كان في نوع من انواع الديمقراطيه ايضا في مصر من ايام محمد علي، ولكن الاراء ما كانتش ملزمه. الخديوي اسماعيل اول ما ابتدى حكمه بعد 3 سنين انشا زي مجلس النواب، وكان فيه 75 عضو، كان فيه 57 من الشيوخ والعمد والمشايخ واللي كانوا يعني ليهم انتماءات الدوله والمصالح الدوله، وكان فيه جزء معارضه، وكان التجديد بيكون كل 3 سنين. وبعد كده طبعا تطور شكل البرلمان باشكاله المختلفه، ومرت حقبه علينا كان البرلمان ليه تأثير كبير جدا في الحياة السياسية في مصر. والنهارده كمان هنتكلم على الموضوع ده من خلال لقائنا مع دكتور مختار غباشي أستاذ العلوم السياسية، وهنتكلم على الاحتفال اللي أقيم بالأمس واللي استضاف أكثر من 1500 شخصية دولية بينتموا لبرلمانات مختلفة، والاحتفالية طبعا كانت مقامة في شرم الشيخ. وأعتقد شفت التنظيم يا ياسر، أنا يعني بجد انبهرت بالقدره التنظيميه، وانبهرت بشكل النقل على الهواء والكاميرا الجديده اللي كانوا بيصوروا بيها، كان بجد شيء مشرف. افتكر احنا بقى عندنا خبره في الجزء ده جدا، يعني وقت حتى المؤتمر الاقتصادي اللي كان في شرم الشيخ بعد المؤتمر الافريقي، يعني دي واجهه كويسه لمصر. طبعا بيبقى في اخطاء بسيطه، ولكن المنظر العام والشكل العام طبعا بيبقى حاجه تفرح جدا، وتبين طبعا بتنقل العالم بره ان مصر امان، يعني طبعا الدنيا امان فيها وعلى اعلى مستوى، ويشجع الناس انها تيجي مصر ان شاء الله. طبعا. طيب عندنا كمان موضوع النهارده، هنتكلم مع ابطالنا في منتخب الكونفو. معانا كابتن مدحت بهجت نائب رئيس اتحاد الكونفو ومجموعه من اللاعبين، واللي قدروا ان هم يحققوا المركز الثاني في بطوله بلغاريا. ابطالنا وشبابنا عندهم القدره ان هم يجيبوا لنا الجوائز والميداليات، وطبعا ليهم الحق ان هم يتكرموا ويتشرفوا من خلال تلفزيون بلد. طبعا بطوله بلغاريا دي كانت بطوله العالم، فبطوله كبيره جدا ومهمه جدا، وحصولهم على المركز الثاني دي حاجه لازم نلقي الضوء عليها ونهتم بيها. الفقرة الأخيرة مع الشاعر، والشاعر أشرف الخطيب، هنستمع إلى الشعر الجميل إن شاء الله اللي نستمتع بيه كلنا. إن شاء الله. نطلع لفاصل ونرجع على طول نواصل لقائنا مع حضراتكم ومصر جميل.